ما حكم إذا صام الإنسان أيام البيض وفي أثناء الصوم حلف أحد الأبوين بأن يفطر، فهل يفطر أم يكمل الصوم؟ بر الوالدين واجب وصوم البيض مستحب، فلا يقدم المستحب على واجب. إذا كان والدا يعطفان عليه ويخافان عليه من لأن في وقت شدة الحر أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يعطل أسبابا تنفعهم، يعطل ما ينفعهم ويحتاجون إليه من حاجات البيت من البيع والشراء والحرث والفلاحة ونحو ذلك وهم في حاجة إلى ذلك، فالمقصود إذا كان قصدهما خيرا وطيبا فليجيبهما ولا يصوم النافلة، لأن النافلة مستحبة وبرهما واجب، والواجب مقدم على المستحب. وسؤال آخر، إذا كان المقصود العاطفة على الابن يعني وخفهم عليه يعني ولو إذا كان ترك الصوم يشوش عليهما وربما أهوى إلى أن يقطعاه وأن يغضب عليه يترك النافلة.